محبي الرياضات الجبلية والتحدي على موعد هالأحد 18 آب مع سباق من سكني لسكني لفوج المغاوير بالجيش اللبناني. هالحدث صار تقليد سنوي لفوج المغاوير. رح نتعرف على كل تفاصيل سباق هالسنة مع ضيفنا عضو اللجنة المنظمة لسباق من سكني لسكني جورج نجم. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة جورج. ميرسي بوكو. بطلع علينا يمكن مرتين بالسنة، مرة بموسم الصيف مرة بموسم الشتوية. بالشتي بنحكي عن سباق ردي صدر، دي كمان صار في اقبال كثير كبير عليه وعم بيصير نجاحات كبيره وانجازات كبيره من وراه، والنسخه الصيفيه لها الحدث هي سباق من سكني لسكني. للمشاهدين اللي ما بيعرفوا شو هو هالسباق بالضبط. اوكي، من سكني لسكني هو حدث عسكري رياضي بارز اصبح مثل ما تفضلتي تقليد سنوي بنظمه فوج المغاوير بالجيش اللبناني للسنه الخامسه على التوالي. الحدث هو برعاية قائد الجيش العماد جان أهوجي. مثل ما اسمه بيشير الحدث كنية عن سباق بيبتدي بسكني وبينتهي بسكني. بيبدأ تحديدا بسكنة استراحة الصخور للجيش اللبناني باللقلوق، بيتوجهوا المتبارين بالوديان والجبال بمنطقة لبنان الشمالي لحتى ينتهوا بسكنة تانية هي سكنة الأرز. المشاركة فيه بالطبع مفتوحة للعسكريين أولا، العسكريين من كافة قطع ووحدات الجيش اللبناني، العسكريين من كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وكذلك العسكريين الأجانب. الأجانب كمان. يلي لحديت هلا صار فيه فوق 100 مشترك أجنبي مشاركين من قوات حفظ السلام المؤقتة بجنوب لبنان اليونيفيل. إلا أنه والأهم وكرمال هيك عم نحكي اليوم على الام تي في عن الموضوع، السباق مفتوح المشاركة فيه للمدنيين. نعم. يلي بيدعون المغوير ليكونوا. هيدي يمكن أهم ميزة بهالسباق أنه بيجمع عسكريين ومدنيين 100%. الفوج المغوير عم يدعي المدنيين يلي بحبوا يشاركوا ليكونوا مغوير لنهار. شعار السبق هو يكون مغوار لنهار، دونك المدنيين مدعوين لحتى يتشاركوا مع العسكريين جنبا إلى جنب ويتنافسوا بهالسباق. نعم. شو المواصفات اللي لازم تكون عند الشخص حتى يقدر يشارك؟ بعرف انه لياقه بدنيه معينه يعني او حد ادنى من اللياقه البدنيه مطلوبه. اول شغله بده يكون عنده الشخص اللي بده يشارك الحد الادنى من اللياقه البدنيه، بده يكون يحب الرياضه عامه والرياضه الجبليه خاصه، بده يكون يحب روح المنافسه وروح الفريق. وهون بحب بشير لشغله مهمه كثير، روح الفريق او الجو ديكيب هي شغله كثير مهمه بالسباق. نعم. المشاركه جماعيه وليست فرديه، يعني فقط ضمن مجموعات. الاشخاص اللي بدهم يشاركوا لازم يشكلوا فريق من 3 اشخاص، وهالفريق من 3 اشخاص هو اللي بيتنافس مع البقيه، والفريق كله يا بيربح يا بيخسر. المشاركه جماعيه. نعم. والرياضه هي لما بنقول رياضه جبليه عم نحكي اجمالا المشي. السباق هو تمرين سير عسكري راجل، لانه كنا وقت عم نحكي من كم شهر عن الردي صدر، الردي صدر كان في تمرين سير وفي كمان سكيدو راندوري. نعم. هون اكيد عم نحكي بس مشي مارش. كان في عدد كبير من المشاركين بالسنوات الماضيه وكل سنه عم بيزيد عدد المشاركين، يعني كل سنه عم بيكون في حوالي 1000 ل 1500 مشارك بالنسخه الصيفيه وبالنسخه الشتويه للسباق. وكل سنه عم بيزيد عدد المشاركين لانه عم بيزيد الاحتراف بالسباق. المشاركين الاجانب عم بيزيدوا والمشاركين اللبنانيين عم بيزيدوا بالمنافسه. نعم. خلينا نحكي عن تفاصيل السباق وهون بالارقام. بلش من سكنة لقلوق انتقالا لسكنة الأرز. نعم. قد ايه مدة السباق والمساحة؟ السباق رح نحكي فيه بالمسافات مش بالمدة، لأنه المدة بتختلف من فريق لآخر ومن مستوى الاحتراف. هون في سباق بالوقت كمان جورج أو بس بدنا نغطي المساحة المطروحة؟ أول شيء بدي بس أشير لشغلة أنه السباق فيه ثلاث فئات فيه. الفئة الأولى هي الفئة الأكثر احترافا، المسافة المتوسطة للسباق هي حوالي 40 كيلومتر. الفئة الثانية هي فئة متوسطة مسافتها الإجمالية 23 كيلومتر، والفئة الثالثة يلي هي أكثر تتوجه للولاد يلي عمرهم ابتداء من 9 سنين مسافتها حوالي 12 كيلومتر. مدة كل فريق بيخلص فيها السباق بالنسبة للآخر هي مدة بتتعلق أولا بالمسافة وثانيا بالمستوى تبع الفريق بالسباق اللي هو مشارك فيه. في معنا فيديو بيستعرض مشاهد من حدث السنة الماضية بنشوفه سوا. أنا عم بشترك لحتى شجع ولحتى أكون مع العسكر ولحتى أكون مع الجيش. تعاطي مع الجيش وتشجيعهم لأن على كل المسار يعني كل الوقت موجودين. تجربة كثير حلوة، يعني الاختلاط نحن والمدنية، بالنهاية نحن أهل
ومنضل الاهل ومنشجع يعني كل العالم ان كانوا مدني او عسكر. شلتنا وربحنا وبشجع الكل من عمره يشتركوا. Remercier l'armée pour le beau parcours et l'organisation qui est parfaite, surtout pour moi qui viens de France. نحن قلنا أربع سنين عم نشترك وكتير عم ننبسط بهالمارش. الإسبري مع الجيش والعشاء كان معهم مبارح عن جد كثير حلو. منشكر قائد الجيش وقائد المغاوير على هيك على هيدا التنظيم، بحمس كل العالم يشتركوا. اكسبيريانس ما بعيشها الانسان كل يوم. مغامره بتعقد كل سنه بنعيدها. وبنصحكم كلكم تجربوها من الاولاد صغار لكبار. العلاقه بين المدنيه والعسكر هي هدفنا الاساسي انه تكون علاقه رائعه وناجحه، هيدا اللي عم نشوفه من المدنيه، نحن بنعرف محبتهم واندفاعهم تجاه الجيش، تجاه نشاطات الجيش، تجاه المشاركه مع الجيش بكل الامور اللي بيعملها، هذا الشيء بفرحنا وان شاء الله رح نتابع هالنشاطات كلها لانه من خلال هالنشاطات والتعامل مع المدنيين نشوف فرح وجوههم، وهذا همنا كجيش لبنان انه الناس تكون مبسوطه. لقطات حلوة من سباق السنة الماضية، هون سمعنا آراء المشاركين إن كانوا كبار أو صغار، لبنانيين وأجانب وحتى نساء أو رجال، الكل اتفقوا إنه كانت يمكن مغامرة من العمر. شو اللي بيجذبهم لهيك سباق؟ مش أول شيء الاحتراف بالتنظيم السباق، هيدي السنة الخامسة يلي الفوج عم بينظم فيها السباق وصار عنده مستوى عالي جدا من الاحتراف لدرجة إنه عم يقصدوه عالم كتير بروفيشنال من برات لبنان، من اوروبا ومن الخارج عم يجي خصيصا حتى يشاركوا بس بهالسباق. في كثير عالم عم بيشارك، في اجانب عايشين بلبنان نعم. طبعا بالسفارات او بيشتغلوا او عسكريين باليونيفيل، وفي وهذا الاهم في اجانب عم يجوا يقصدوا لبنان خصوصي لحتى يشاركوا بسباق كل سنه. نعم، نهار الحدث هو الاحد 18 اب، ولكن في مواعيد اخرى لازم يلتزموا فيها المشاركين. السباق هو يوم الاحد القادم 18 اب ابتداء من الساعه 6 صباحا، الا انه المشاركين مدعوين كلهم ليكونوا موجودين على البريفنج. البريفنج رح يصير قبل بنهار يعني نهار السبت 17 اب على الساعه 6 باللؤلؤ يلي هو نقطه الانطلاق. نعم. رح يقوم قائد فوج المغاوير العميد الركن شامل روكوز باعطاء ايجاز مفصل بريفنج عن كافه مسارات السباق وتعليمات السلامة يلي يجب على كل المشاركين أن يتأيدوا فيها لسلامتهم. كيف ممكن يتحضروا لهيك سباق؟ فقط قبل بالنهار او في تحضيرات بتبدا بوقت؟ في تحضير عند الرياضيين، في تحضير متواصل يعني الاشخاص لازم يكونوا بيعملوا على طول سبور، والافضل يعني الاشخاص يلي بيشاركوا بهدف الربح يكونوا دارسين طبيعه الارض وعارفينها ومحضرين لها، يلي طالع لحتى يشارك وينافس ويربح. نعم بعرف انه في جوائز بهالسباق، وعلى قد ما بهمهم يمكن المشاركين انه يفوزوا بهالسباق، في قيمه معنويه للمشاركه. الجوائز بالسباق هي اكثر معنويه من انها ماديه، والمشاركه هي اكثر للمنافسه وللتحدي وللمشاركه العسكريين بسباق باكسبيريانس مش كل يوم الانسان بيقدر يعيشها. هالحدث بده نهار كامل او محددين وقت معين؟ لا هو بيبتدي على الساعه 6، ومثل ما قلت لك يعني كل فريق بيخلص حسب المسافه الاقصر، اكيد بتخلص بسرعه. كل فريق مؤلف من ثلاث اشخاص. يعني ممكن يكونوا نساء رجال كبار وصغار. اول شيء في عسكريين اكيد. نعم. المدنيين فين يكونوا نساء ورجال، وفي الفئه المسنين العسكريين لوحدهم والمدنيين لوحدهم، او ممكن لا بيتنافسوا سوا؟ كانت بالرد ساد لا بيتنافسوا سوا بنفس السباق، الا انه الفرق العسكريه لحالها يعني. نعم. الفرق الثلاثه بده يكونوا يا ثلاثه مدنيين يا ثلاثه عسكريين، بس بيقدروا يتنافسوا على نفس المسار. نعم. وبنفس يعني منا مدنيين ضد عسكريين، الفرق فيهم يكونوا فرقة مدنية ضد فرقة عسكرية بنفس أوكي. المسار، بس ما بيقدر يكون الفريق مشكل من مدنيين وعسكريين مختلط بنفس الفريق الواحد. والصغار كمان نفس الشروط؟ الصغار اكيد بيشاركوا بالسباق الاقصر مسافة اللي هو هون في حد ادنى من العمر اكيد 9 سنين
بيقدر يشارك. اكيد هون شروط المشاركه اهين بالصيفيه من الريد سايدر. شو الذكريات اللي بياخذوها معهم من هيك تجربه حسب خبرتكم بالخمس سنوات الاربع سنوات اللي مضوا؟ الذكريات اللي بيعيشوها المشاركين ذكريات فيني اكد لك رولا ما بيعيشوها بحيلا سباق. اول شغله طبيعه ارض فريده جدا من نوعها، ثانيا مستوى احترافي عالي جدا بالتحضير وبالمنافسه، ثالثا مستوى الفرق يلي عم يتنافسوا مع المتبارين عالي جدا بدي اقول حتى دولي، ورابعا وهذا الاهم الفرصه الفريده جدا من نوعها انه تتشارك فرق مدنيه مع فرق عسكريه بسباق واحد بتنظيم واحد وبريجوليشنز واحده. وهون فرصه استثنائيه بتصور للمدنيين حتى يتقربوا اكثر من فوج المغاوير بالجيش اللبناني. هيدا اهم هدف، هيدا اهم هدف بيبغي الجيش اللبناني وفوج المغاوير انه يوصل له، وهو تسهيل وتشجيع التلاقي والتواصل بين المؤسسه العسكريه من جهه وبين المجتمع المدني من جهه ثانيه، لانه عندهم المشاركين فرصه فريده جدا من نوعها انهم يتشاركوا بسباق واحد بمطرح واحد بسبق واحد اسمه من سكنه لسكنه. عند انتهاء السباق في احتفال، في جمعه؟ نعم، في جمعة قبل وبعد السباق. أول جمعة هي وراء الإيجاز يلي رح يصير مثل ما قلنا نهار السبت على طول، وتقليديا بيصير في عشاء قروي وسهرة نار بمكان الانطلاق قبل بليلة خلال التحضير. وأكيد بطبيعة الحال وقت عم نحكي منافسة رياضية بهالمستوى بعد ما يخلص السباق في تسليم جوائز، توزيع الجوائز، حفل رسمي بيقوم فيه العميد روكوز بتسليم الجوائز لكل فئة من الفئات للفرق الربحانة. نعم، بعد في مجال للمشاركة؟ بعد في مجال هيدي الجمعة بندعي. شو لازم يعملوا؟ أول للي بيحب أكثر ياخذ معلومات عن السباق بيقدر أو يتصل على فوج المغاوير على الرقم 01874493، بيقدر يزور الويب سايت تبع الجيش اللبناني labarmy.gov.lb، وبقدر بدي أقول كمان إنه في جروب على فيسبوك اسمه باركس تو باركس فيه كل المعلومات عن الموضوع. يلي بدهم يحبوا للي بيحبوا يشاركوا بدهم أول شيء بده يشكلوا فريق من 3 أشخاص، هيدي المينيموم. اثنين بده يتوجه لسكنة المغاوير برومية معهم عن كل شخص صورة شمسية، صورة عن بطاقة الهوية، وصورة عن بوليس التأمين. في تكلفة للمشاركة؟ كتير مهم هذا السؤال، ما في ولا هي تكلفة. السباق مجاني والجيش بيتكفل بكل شيء، بس المدعوين يشاركوا بدهم يعملوا سبور ما بيدفعوا ولا اي شيء. اذا فرصه استثنائيه ورحله ممتعه بالطبيعه اللبنانيه، ان شاء الله بيكون سباق موفق ويتمتعوا فيه الجميع. وعقبال كل سنه جورج، اهلا وسهلا. ميرسي بوكو رولا، ميرسي لك وميرسي للام تي في. اهلا وسهلا، وقفه مره جديده مشاهدينا وبنرجع لكم.